السلام عليكم. اليوم نعرفكم بفندق جديد تم افتتاحه مؤخرا في مدينة وهران، فندق لو بالم اللي رائع يعني تصميما وخاصة الديكور الداخلي في هذا الفندق الجميل، واللي أكيد كما قلنا وكما يسبق لي وأن أقول دائما أنه هذا التعزيز نتاع العروض الفندقية سوف يؤثر لا محال إيجابيا على الأسعار، وسوف تهبط الأسعار وكذلك الخدمات، فتكون فيه منافسة لتوفير أفضل الخدمات عندما يتكاثر من هذه مثل هذه العروض. إذا إن شاء الله يكون فيه تحسن في الأداء الفندقي وكذلك في العروض وتحسن في الأسعار خاصة للزوار الجزائريين المحليين الوطنيين. احنا نشجع السياحة الداخلية والسياحة الوطنية، هذا هو الأهم. لا نحتاج إلى تطوير، إن هي سياحة خارجية لابد ولازم، لكن احنا ما نحتاج نطور السياحة بدون شروط. لازم تكون عندنا شروط الحفاظ على المقومات تاع المجتمع الجزائري والاحترام الكام والتام لمبادئنا. اذا في هذا الاطار ممكن ان نطور السياحه الخارجيه. اما اذا ما الى فيه شروط تفرضها المنظمه العالميه للسياحه فنحن لن نقبلها ونكتفي بسياحه وطنيه. اذا نخليكم تتابعوا الفيديو حول هذا الفندق الجديد في مدينة وهران، والسلام عليكم.